السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم، شاهدوا كل ما فعله الليبيين بعد علمهم بالتطبيع، تابعوا معنا هذا الفيديو. تعال تعال أما بعد، فنحن أهالي مدينة الزاوية المجاهدة ندين ونستنكر مقامة به المدعوة نجلاء المنقوش المكلفة بوزارة الخارجية من لقائها في مدينة روما مع ممثل الكيان الصهيوني، وهذا أكبر دليل على تطبيعها مع الكيان الصهيوني المحتل، علما بأن لأنها لا تمثل إلا نفسها وحكومتها الفاقدة للشرعية. عليه نطلب المجلس الأعلى للقضاء بالتدخل فورا وإزالة هذه الحكومة الفاسدة ومحاسبتها على هذه الأعمال التي لا تمثل هذا البلد المسلم. ونحن كأهالي مدينة الزاوية نطالب جميع المدن الليبية بالخروج والمطالب بإسقاط هذه الحكومة الفاسدة. حديث الرسول عليه الصلاة والسلام لن يفلح قوم إذا أمرتهم إمرأة. المنقوش ماشي مقعمزة بإسرائيل بتحرر فلسطين، بتحرر القضية يلي لا تريس مبصمين عليها بالدم، يلي تريس خاسرين أرواحهم، يلي أمهات الشهداء خاسرين أرواحهم، ماشي بتحللهم القضية، ماشي بتطلع كل إسرائيلي وكل يهودي من كل أراضي مقدسة وشريفة. هذا يا شرف يخص كل مسلم وشرف يخص كل ليبي. وإذا كان في راجل في ليبيا يقول أنا راجل وعنده لحية وشنبات يطلع ويدافع عن الأرض اللي قاعدة تصير، يا وصلوا في الدين الإسلامي وصلوا في ديننا، ما فيش حد طلع يتكلم. أما القضية يا قضية كل إنسان ليبي، قضية كل إنسان راجل، قضية كل إنسان عنده ديانة وعنده مبدأ. إذا كان ما متناش على خاطر ديننا وعلى خاطر الوطن، هو ما عندناش باش نموتوا، مش حنموتوا على خاطر رزق ومش حنموتوا على خاطر دوة فاضية، حنموتوا من أجل الله ثم الوطن. بالنسبة لكل راجل طالع يحرق في قومه وكل راجل طالع يخرف البلاد، هو ده الشيء من بوشي. في مكان نجتمعوا فمه، في مكان إلا هي طلعوا فيها، طلعوا فيه إنسانة ما تمثلش الليبيين، وطلعوا فيه إنسانة ما تمثلش الإسلام. إذا كان فيه في ليبيا الإسلام بس، وإذا كانكم مسلمين وتعرفوا الحق وتعرفوا الله وتعرفوا حقه وتعرفوا رسوله، الناس كلها تطلع للشارع والناس كلها تطلع للميادين. ما عادش نبوا الحوش، ما عادش نبوا نخدموا، ما عادش نبوا نديروا شيء في حياتنا، عندنا قضية وحنموتوا عليها. بالنسبة لي أنا طالع إنسان نبي الشهادة، بالنسبة لي أنا طالع إنسان نبي الموت. إذا كان كل جهات الأمنية بتعذر الطريق وكل طريق راجل خيول، إحنا مرحبتين بكم. وإذا كانكم أنتم بتوقفوا الحق وبتقتلوا الأبرياء وبتقتلوا ناس طالعة تدافع عن دين الله ثم الوطن، ما عندناش معاكم مشكلة، ونموت في سبيل الله ثم الوطن. لجميع رجال ليبيا ولجميع راجل، لكل راجل في قلبه حرارة ولكل راجل رباه راجل وطلع من ضلع راجل،
وطلع وشرب من مراه راجل يطلع عندك وزارة الخارجية لين انسانة يا تتحاسب وتطلع تعتذر للشعب الليبي الكامل وتطلع تعتذر لفلسطين نفر نفر ويتم محاسبتها. احنا ماناش يهود، احنا ماناش اسرائيل، ماناش عباد مال، ماناش عباد سلطة، ناس على باب الله، ناس على باب الله، ناس عندنا مبدأ ديننا ثم الوطن. شني الجو هذا يا ولاد؟ شني فيك وصح؟ راه فيه يلبى حاجات راه فايت علينا، راه والله العظيم فيه يلبى حاجات فايت علينا. راه معقولة هيك برخ الصوم تمشي يا راجل؟ تومين يندم اشتاخد اجتماع مع واحد يهودي سريف عناتنا؟ مش مني انت زيك زيك مسؤول على قد كلامي. ويا ولاد راهو احمد بوي اللي مشت راه قسم بايات الله وراس ذاك الراجل اللي مشت راه. شني هذا والله تخلى راه، والله لا والله تخلى راه. وقفوا واحد، وقفوا دريس خايفين من الرصاص. احنا فرحين كاش تقتلوا لي في بعضكم وتفلحوا لي في بعضكم مواجهات الخطر افراد. توا هي قضية بلاد احنا، هذه توا هي اللي توا قضية بلاد احنا. كان ضاعت حتى انت واللي شادك. اعوذ بالله من قهر الرجال، ناس دم ناس بيه يا باه منصورة، ناس عامل ناس. استغفرك يا ربي واتوب اليك من فعل ناس ما لناش دعوة بهم. القرار هذا اللي درته يا الزقة يا هذا ما يمثلنيش ولا يمثل اي ليبي حر موجود في ليبيا. تشني يا ولاد؟ شني يا ولاد ضاعت؟ راك تصحر والله ضاعت. كان قلنا مازال تجري لنا على تعيينات ودنيا ودولة ومش عارف شنو واو ويلخ يلخ يلخ. راه رب العباد الله ضاع، اقسم بمن احل القسم الله ضاع. وربما ربما نضيق عمرك هنا كان ما درتش حل عمرك انت وياه، كان ما درتش حل عمرك. راه ربما ربما تلقاهم موجودين قدامك هنا وما تقدرش تقول كلمة. علاش لما لا خير في أمة تحكمها النساء؟ علاش تحكم فيك امراه؟ من هي المراه يا بنات؟ من هي؟ من تكون هي؟ اصحى يا رجل، اصحى يا رجل، عيانه يا رجل، عيانه.